دوارتي غلمطاطة مسكينة، أختي مسكينة الله يرحمها، الله يرحمها في هذا النهار مسكينة. آخر مكالمة مع ستة تقريبا، أول مكالمة صونيت لها أبل فيديو، أبل فيديو مع ستة ديال العشية صونيت لها، قلت زعما واش ياك ما جات، ياك ما جاتش في الطريق، ياك واش وصلات، واش جات باقي مسكينة، حيت كل سيمانة مسكينة الويكاند كتجي معنا، حيت مسكينة إنا لله وإنا إليه راجعون. سولات في الناس كاملين، سولات كي دايرين الأجواء عندكم تما، كي دايرين الأحوال ديالكم تما، مسكينة سولات كاع الناس دويت معاها، شفتها مسكينة ملي وصلت للإسعاف مازال كاع ما وقعت هاد الفاجعة، الله يرحمها مسكينة في هاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودويت معاها مسكينة، دويت مع الوالد مسكين، دويت مع الله يخليه لينا، الله يخليه لينا يا ربي، دويت معاه مسكين. قالت لي راه قطعوا، قالت لي راه حبسونا البوليس، ما خلاوناش ندوزو. الوالد مسكين طمأن مسكين، قال الحمد لله بعدا ما دازت، ما خلاوهمش يدوزو. صافي شحال وكنتسناو، سولات ليا عاوتاني، قالت لي راه ديشارجا ليا التليفون، صافي حنا الخبر ديالها شحال كنتسناو شحال. صونا ليا المهم في الليل كامل، صونا ليا الخطيب ديالها، صونا ليا قال ليها مسكين راه الكار صافي دا الواز، ما تقبلناش الامر، حيت مسكينه مات بواحد، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها في هذا النهار، الله يرحمها مسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبرهم كاملين، الله يصبرهم كاملين، كلشي كترحم عليها، حيت هي لا عمرها دار مسكينة، كلشي الناس ترحموا عليها، البارح مسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون، البارح مسكينة صافي. إنا لله وإنا إليه راجعون. صافي ملي سمعت بلي راه مسكينة خرجات وشادة على شي حاجة، شحال كتسنى، قالت لك راه حنا في وسط الواد، راه حنا في وسط الواد، عتقونا، جيبوا لي عتقنا مسكينة، غيتونا يا ربي غيتونا، ما كاين لي يعتقها مسكينة، ما كاين لي يعتقها، ما كاينش، سبحان الله العظيم، شحال وهي تسنى، شحال وكتسنى مسكينة. صافي الله دا الأمانة مسكينة، الله يرحمها في هذا النهار. صافي ديك ثلاثة ديال الصباح صافي قالوا لك راه هزوها، صافي راه لقاوها هزوها، الحمد لله مات شهيدة، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. آخر تصريح غنقول لحم والدي، ما بقاش يجي عندنا، حيت الله يصبرنا، حيت ما بقاش غادي نرجعوها. آخر تصريح غادي نقول لحم والدي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.